في كل مكان اهلا بكم في حلقه جديده موضوع جديد من حلقه برنامج تواصل انا خالد صار معكم ان شاء الله باذن الله على مدار الساعه برنامج تواصل هنناقش فيه كل القضايا الطبيه اخبار الصحه واخبار الطب حول العالم صديق في هذا البرنامج ايضا اطباء متخصصين في مجالات طبيه متخصصه نناقش معهم الامراض الحديثه والامراض واسبابها وطرق الوقايه والعلاج في هذه الحلقة هنتكلم النهاردة عن موضوع قد يشغل بال الكثيرين وهو نقص المناعة عند الأطفال وعملية سوء التغذية اللي بينا نشوفها الفترة الأخيرة أمهات كتيرة بتشتكي منها بسبب أنه الطفل صحته مش كويسة المناعة بتاعته ضعيفة إزاي آه الموضوع ده ممكن يأثر عقليا ونفسيا وصحيا على الطفل ده اللي هنناقشه النهاردة إن شاء الله بإذن الله في حلقة اليوم مع الدكتور أحمد سلام محمد أخو بالأطفال وحديث دكتور أحمد أهلا بيك أهلا وسهلا يا دكتور خالد آه زي ما اتكلمنا كده أنه نقص المناعة وسوء التغذية عند الطفل ممكن تكون من الحاجات اللي بدأت منتشرة الفترة الأخيرة، قبل ما أدخل في الموضوع نفسه، ليه بقينا نشوف في الفترة الأخيرة أطفال كتير عندهم ضعف مناعة وصحتهم مش كويسة، وأي شوية حاجة بسيطة يبقوا متبهدلين، معرفش إيه اللي حصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع نقص البناعة وسوء التغذية بصراحة هو موضوع مهم جدا، هو يعتبر هو موضوع هذا العصر. ليه؟ لإن أصبح الأجيال الأيام دي كل جيل ورا جيل أصبحت الحالة إن الأطفال يا دكتور ضعاف جدا سوء تغذية مناعته ضعيفة بيجيله برد كتير بيجيله عدوى أي أيا كانت طب إيه السبب يا دكتور فأصبح الموضوع بيشغل حيز التفكير لكل أم ولكل أب بالذات هذه الأيام طب ليه إيه هي الأسباب آه إيه الأسباب بقى اللي ممكن نقف عليها ونشوف إن هي دي أسباب من الممكن أن تكون السبب في نقص المناعة آه وسوء تغذية الطفل تمام قبل ما نتكلم عن اسباب يا دكتور خالد لازم نعرف ان في نقطتين مهمين جدا الأم ما بتاخدش بالها منهم من النقطتين دول هما عنصر الحل الاساسي لسوء التغذيه ونقص المناعه النقطه الاولانيه والمهمه جدا الا وهي الام الام انا بعتبر هي العنصر الاساسي لعمليه التغذيه للطفل كويس بالام وهي حامل من... وهي اه يعني أثناء نبدا كده من مرحله الحمل, الحمل. بالظبط من الممكن ان تكون الام المتسببه في نقص مناعه الطفل عند الولاده يا اما بناء كويس. طفل متميز نمو عقلي وبدني كويس يا م. اما طفل ضعيف ومناعته ضعيف كويس اذا اول نقطه مهمه جدا تغذيه الام تغذيه سليمه متوازنه متكامله اثناء الحمل م. خاصه في الثلاث شهور الاولين وهكذا وتتابع باستمرار مع دكتور نساء توليد متخصص دي نقطه مهمه جدا كويس. النقطه الثانيه هي السنه الاولى للطفل الرضيع ايوه أنا أقول من الرضاعه من بدايتها من, من الرضاعه من الاول نبعد عن لبد الصناعه بقى نخش نشوف ايه المشكله جايه ايه هي المشكله آه. الاساسيه فبقول لك يا دكتور خالد السنه الاولى للطفل هي السنه المهمه للطفل يعني نقدر نسميها دكتور احمد سنه بناء الطفل الاساس كويس. ده العمود الاساسي للطفل كويس يبقى نسميها اول سنه هي سنه بناء الطفل تغذويا ومناعيا ومناع وبدنيه وعقل وعقليه كويس بالظبط كده يبقى الام الاول قلنا خلينا نتفق ان النقطه الاولانيه هي الام اثناء الحمل النقطه الثانيه ان انا لو الطفل اثناء السنه الاولى من بعد الولاده اول الرضاعه طبيعيه متميزه للام كويس الا اذا بقى في مشاكل خاصه دي هنبقى نتكلم عليها بعدين بويس. يبقى الرضاعه الطبيعيه ثاني حاجه ان انا دخلت تغذيه سليمه للطفل وفي وقت مناسب اللي هو بدايه من 4 لست شهور مم. بدات ان انا ادخل التغذيه والمواد الغذائيه تدريجيا وبطريقه سليمه ومتوازنه تدريجيا لو انا عملت النقطتين دول رضاعه طبيعيه باستمرار وبدات التغذيه السليمه ودخلتها من أربعة لست شهور باستمرار للطفل بيش. الطفل ده على ضمانته هتبقى مناعته قويه ومش هيبقى عنده سوء تغذيه وبالتالي هيبقى كويس جدا هيبنى آه عضويا كويس وبالتالي عقليا كويس وتعرضه لاي كويس. عدوى هيقدر يقاوم اه هيقدر يقاوم يعني هي الامراض احنا بقينا نشوف كم من كتير الاطفال اللي من او الرضع او الحديث الولاده المنتشرين عند اطباء الاطفال كتير جدا ومعظمهم بتبقى حالات نقص في المناعه وبسبب بس سوء التغذيه بسبب سوء التغذيه آه طيب يعني إيه لو جينا نقول بقى بعد اذنك يا دكتور خالد على الاسباب بتاعت ايه هي اسباب بقى سوء التغذيه؟ ما نعم الاسباب يا دكتور احمد ايه الترمومتر اللي الأم تقيس بيه طفلها وتقول أنا حاسة إنه التغذية بتاعته مش مظبوطة؟ تمام أول حاجة هي الوزن وزن آه. الطفل وبالمقارنة مع طول الطفل كويس يبقى الوزن مع الطول مقارنة مع الطول دي نقطة مهمة جدا تمام. أعتقد إن كل الأمهات اللي بتتفرج علينا دلوقتي بيتابعوا بتبقى أه مركزة وعايزة تسأل فإحنا فاتحين لهم الاتصالات يقدروا إن هما يتواصلوا معانا ونجاوب على اسئلتهم باذن الله نتكلم على الموضوع ببساطه وبطريقه مختصره وسلسه لهم لان هذا الموضوع مهم جدا وهنفتح الاتصالات وتحت امرهم في اي سؤال وأنا اجاوب عليه ده اللي تعودنا عليه منك يا دكتور تسلم لي يا دكتور ف الاسباب ايه هي اسباب سوء التغذيه ونقص المناعه م. اول حاجه احنا هنقسمها اسباب طبيعيه يعني فيسيولوجيه نقدر نسيطر عليها كويس واسباب مرضيه محتاجه ان احنا بنبحث عنها وبناء على هذا المرض بنعالجه كويس تمام هي الاسباب الطبيعيه زي ما قلت لحضرتك الطفل في البدايه السبب الاولاني ما فيش رضاعه طبيعيه كويس دخلت اللبن الصناعي بدري مم. تاني حاجه ما اكلتش الطفل ده تغذيه سليمه من اول 4 لست شهور تغذيه مش متوازنه مواد حافظه الوان صناعيه شيبسيات مياه غازيه الطفل ده بيتفرج على التلفزيون باستمرار وهو بياكل طبعا دي مشكله كبيره وماشيه الايام دي الطفل قاعد بيلعب على التابلت على الموبايل م. وبياكل فطبعا ده بيحصل له سوء تغذيه بيحصل له المواد الحافظه الشيبسيات والمياه الغازيه دي بتعمل حاجه اسمها اشباع كاذب يعني اشباع, إشباع كاذب اه يقول انا شبعان الطفل مم. ممكن يقعد على كيس شيبس كيسين شيبس في اليوم وكده يبقى خلاص شبعان دي سبب اسباب طبيعيه نقدر نسيطر عليها كويس. نسيطر عليها ازاي ان احنا من تنظيمات تنظيم الوقت والغذاء للطفل كويس. دي نقطه مهمه جدا يعني ده. طول تنظيم الوقت ونوع الغذاء اللي الطفل بياخده من اهم الركائز او من اهم العواميد الاساسيه لبناء الطفل مناعته قوية تمام. وصحته جيد جيدة جيدة جدا بالظبط كده ايه بقى المشاكل المرضية اللي برضك الاطفال بيعانوا منها اول مشكلة مهمة جدا الا وهي الانيميا وبين قوسين نقص الحديد انيميا نقص الحديد بتمثل 90% من الاسباب اللي هي بتعمل سوء تغذية للطفل تمام؟ السبب ده احنا بنعمل تحليل عادي صوره دم ونشوف لو في نقص حديد ونشوف الاعراض بتاعته وبنعالجها تمام، ده سبب مرضي. اه. نقدر نعالجه. طب بمناسبه التحاليل يا دكتور احمد، ايه التحاليل اللي الام تحتاجها لطفلها في الشهور الاولى او السنه الاولى تمام. من الولاده اللي الام لو عملتها تقدر تكون ماشيه في طريق انها بتطمن على الطفل زي ما احنا بنرفع شعار دايما الوقايه خير من العلاج. فانا مم. عايز الام تبقى مطمنه على طفلها. من البدايه م. الى النهايه تمام اول حاجه زي ما قلت لحضرتك ان الام اولا بتتابع الطفل بتتابع الاكتيف الاكتيفيتي بتاعته ونشاط الطفل بتتابع وزنه باستمرار تشوف وزنه اخباره ايه بتتابع طوله بالمقارنه بالوزن بتاعه برضك التغذيه المستمره لقيت الطفل برضك بتتابع النمو بتاعه النمو م. ازاي بيسنن امتى يا ترى متاخر في التسنين ولا لا م. بيحبي امتى مشى امتى اتاخر ولا حاجه خلاص يبقى في سوء تغذيه بنحتاج تحاليل منها اللي هي صوره الدم الكامله عشان اشوف هل في انيميا طب نوع الانيميا ايه بنعمل تحليل لو في مثلا مشكلة في التسنين أو مشكلة في النمو بنعمل تحليل كالسيوم بحيث إن أنا أشوف هل في مشكلة نقدر نسيطر عليها ونحلها ولا لا دي اللي هي في السنة الأولى للطفل مراحل النمو مع الوزن يبقى خلينا مع, مع الوزن والطول بالظبط الطفل الرضيع مراحل النمو بتاعته الأم بتتابع الوزن بتاعه باستمرار طوله م. باستمرار التغذية كويسة الأكتيفيتي والنشاط بتاعه المشي بتاعه تسنينه كويس ولا لا الحبو بيصحف كويس ولا لا كل ديت عوامل وملاحظات الام تاخدها تاخد بالها منها تمام. تقدر تلحق ابنها بدري لو عنده سنة. سوء تغذيه وتعدل نظام الغذاء بتاعه وبالتالي الطفل ما يقعش مشاكل بعد كده كانت تكون كبيره في بعض الاحيان ولو قدرنا نسيطر عليها بدري مش هتبقى مشاكل فيما بعد كويس ودي يا ريت انا بقول لكل لك ام دلوقتي يا ريت تفكري فيها من السنه الاولى لو قدرت تسيطري على طفل كويس كويس جدا وتتابعيه اول سنه صدقيني طفلك ده مش هتتعبي مش هتعاني خالص من اي تعب خالص لهذا الطفل. كويس. تمام. قلنا تاني حاجه هي انيميا نقص الحديد ودي م. عنصر 90% من اسباب الانيميا عند الاطفال هي نقص الحديد. م. وثالث حاجه مهمه جدا قبل ما اخرج من الانيميا اتفضل هل نقص الانيميا عند الاطفال وان هم صغيرين ممكن يكبر وعنده عنده نقص في الانيميا بشكل مستمر بسبب نقصها في الطفوله تمام اه طبعا أوه. لو ما اتعالجتش لو ما اتعالجتش يعني لو ما عالجتوش هكبره بنفس المشكله وبنقص و... الانيميا بشكل مستمر والانيميا يا دكتور خالد هي كلمه انيميا ديت مصطلح علمي عام انيميا دي لها انواع كتير انيميا نقص حديد فيتامين بي و و و انا بتكلم على انيميا نقص الحديد اللي مشهوره بها الاطفال أوه. دي لو عالجت انيميا نقص الحديد بدري عند الاطفال هقدر اسيطر على الطفل ده كويس. كبناء ليه تمام طيب، تالت سبب من الأسباب م. المرضية اللي أيوة. بتبقى سوء التغذية ونقص المناعة سبب هي بنسميها الميل ابزوربشن سندروم، يعني إيه؟ ألا وهو عسر الهضم للطفل، سوء امتصاص. آه دي نقطة مهمة بقى جدا, جداً، دي نقطة جداً، من أعتقد هى من أهم النقط اللي الأمهات تشتكي منها وكتير وب... من حتى من الأطباء في بعض الأحيان يعني ما بيشخصهاش تشخيص جيد مم. وبالتالي بتظل المشكله مستمره لفتره طويله. دائمه، تمام. آه. 95% من التحاليل الاطفال بين قوسين ان فود، يعني عسر هضم، موجب، واحد موجب، اثنين موجب، ثلاثه أيوة. موجب، دي الاساس بتاعه مم. طب ممكن يكون سبب الميل ابزوربشن سندروم سوء التغذيه، سوء الامتصاص هو الاساس، امتصاص الاكل انه يروح للجسم. يعني بيتغذى كويس لكن دس... الجسم لا يمتص الغذاء اللي رايح له من... بشكل جيد. نتيجه ايه؟ كويس. طبعا اول حاجه هي الديدان بانواعها اسكارس في اسكارس في انتروبياس في اوكسيريوس دوله شرطيه دبوسيه وهكذا ده سبب. مم. السبب الثاني ممكن يكون في اميبا اميبا متحوصله جارديا هكذا او اي عدوى بكتيريه موجوده تايفويد وغيره دي سبب من ضمن الاسباب اللي انا بحطها معايا كسبب مرضي خلى الطفل ده ما ياكلش. كويس تمام؟ السبب برضه طيب انا دلوقتي بغذي ابن كويس بغذي ابن كويس والاسباب دي كويسه وكل حاجه بس الطفل نحيف ضعيف مم. ادخل على الغدد اضطراب الهرمونات والغدد منها الغده الدرقيه ايوه بس مم. لازم مم. لازم انفي مم. انفي الاسباب اللي قبل كده لازم يعني هي تدريجيه ما على طول كده هي عمليه تدريجيه اه احنا هنعملها كروايه كقصه ايوه قصه ازاي بدايه الطفل من ساعه حضرتك ثم الطفل في اول سنه بعد سنه تغذيه سليمه و و تحاليل مناسبه و ما في كله تمام اذا اضطراب السلم بنتحرك عليه بشكل جيد وبشكل تمام. مناسب تمام. نوصل في النهايه لطفل صحته كويس بالظبط كويس. كويس تمام النقطه اللي بعد كده الجزئيه المهمه جدا في في نقطه تغذيه الاطفال احيانا في بعض الاحيان بيبقى نوع اللبن او الحاجه اللي الطفل بياخدها في انواع كثيره جدا هل ممكن نوع لبن معين يعمل عسر هضم لدى طفل طبعا هي اي البان البان مجففه او البان صناعيه أيوة. بتعمل ما يسمى انتفاخات في البطن كويس فطبيعي طبيعي هتعمل انتفاخ وبطنه هتبقى مشدوده وهيبقى عنده عسر هضم ده طبيعي طبعا الطفل ده بياخد لبن صناعي ايا كان الام عندها مشكله او هي حبة او هي حبة بقى عند حبه دي نقف عند حبه دي حبه دي بنعمل معاي يعني او او بتعمل ايه في طفلها؟ انا بسالها بقول لها آه. يا ست الكل ايوه انت يعني دخلتي لبن صناعي لابنك ليه قولي لي مم. سبب مباشر يا دكتور اصل فلان عندي جيراني الواد ما شاء الله وزنه كويس وجميل فانا قلت امد لابني ده لبن صناعي اعتقادا ان انا ان ده هيبقى كويس طب يعني لبنك كويس اه يا دكتور الحمد لله ده ده الرابع طفل ليا وما شاء الله, شاء الله. طيب مم. يعني لبنك كويس وكل حاجه تمام ودخلتي لبن صناعي مم. طب ده اكبر غلطه زي ما ليه فايده حضرتك وانت بتقولي لا ده ليه اضرار وممكن الاضرار ما تبانش دلوقتي. اه يبقى عنده عسر يعني هضم على المدى الطويل. اه عسر هضم على المدى الطويل. فويس. طب انا ادخل اللبن الصناعي طب ما هو مهم بقى م. الكلام بياخد معانا إيه, ايه ادخل لبن صناعي امتى؟ آه. الوقت ايه, إيه, إيه الوقت المناسب إيه اللي اقدر ايه الحالات ايه الحالات اللي انا ممكن كام ادخل فيها اللبن الصناعي لطفلي بعيدا عن اللبن الطبيعي. اول حاجه لو حضرتك ما شاء الله عندك توينز توام طبعا انت مش هتقدر على الاثنين او ثلاثه دي اول سبب تاني حاجه لو حضرتك لا الله عندك مشاكل لا قدر الله مشاكل موضعيه في الثديين اي مشاكل بكتيريا عدوى بكتيرية خراج ايا كان م. او ان انت اللبن بتاعك بنسميه ناشف نشف او قليل م. خلاص م. لا والوزن الطفل بيقل لا حضرتك لازم ندخل على لبن صناعي وخلي بالك اما ندخل مع اللبن لازم ندي علاج مناسب انه يهدي القولون بتاع الطفل ده وبطنه وهكذا حكي. وما ياخد لبن صناعي لازم نبدا ناكله بدري مم. عشان ياكل باستمرار ونعوده على الاكل بتاعنا. كويس. تمام؟ طيب هل كده يا دكتور احمد؟ هل دي كل الاعراض المرضيه ولا في اعراض؟ دي اسباب. دي اسباب. تمام. كويس كده. ايه الاعراض بقى اللي انا كام اه اللي انا الاحظها بشكل مباشر والجا لاجراء بعض التحاليل المناسبه؟ آه احنا قلنا الانيميا وقلنا الكالسيوم، اكيد في تحاليل ثانيه من الممكن ان تلجا ليها الام في فتره الطفوله آه عشان تقدر تشخص كويس طفلها. بص حضرتك هو العنصر المهم في الموضوع ده ايه هي الاعراض اللي آه. تظهر على الابن الام تشوفها على ابنها تقول لا ده ابن عنده سوء تغذيه كده يبقى لازم اتحرك بسرعه. كويس. نبدا واحده واحده. مم. الطفل ده قلنا بدا يبقى عنده خمول شكله يقول شاحب حتى ما يقول ده شكله مسفر إيه الطفل ده برضو شعره بقى هش خشن نتيجه ضعف ماده الكرياتين اللي هي الكرياتين بتاعته ضعيفه إيه فاصبح الجلد بتاعه جاف الجلد بتاعه اصبح جاف جدا إيه تحت قناعه فيه صمر إيه شفايفه بقت ناشفه نتيجه ماده الكراتين بتاعته ضعيفه بردك إيه الجلد بتاعه الجلد بتاعه اصبح ان فيه عدوى متكرره بكتيريه او عدوى اكزيما يجي الطفل عنده اكزيما وعنده عدوى بكتيريه باستمرار لا ده ده ممكن عشان سوء التغذيه وضعف المناعه خدت بال حضرتك في حاجه مهمه جدا رموش الطفل ده بتكون أيوة. طويله وملفوف حوالين نفسها كده وخشنة مم. طبعا دي من ضمن الأسباب ضوافره بتبقى هشة أوه. حتى بتيجي تقول لك بياكل في ضوافره باستمرار أو في بقع بيضة أو نقط بيضة على الأصابع بتاعت ضوافره كويس تمام في أعراض تانية أه طبعا زي ما قلنا ضعف الوزن يقولك يقول لك الطفل ده يحس بضخة باستمرار يا ماما أنا عنده صداع بس دكتور أحمد أحيانا بتلاقي طفل وزنه كويس وبيعاني من الأعراض دي برضه تمام وصحته مش كويسه ممكن تلاقيه مليان شويه كده ومتخطخ كده وبتاع مم. وفي النهايه تلاقي انه مناعته ضعيفه وعنده سوء تغذيه تمام انت حضرتك عاوز تقول ان مش بالوزن بس اه يعني تمام. اه عايزين نروح برضو للحته دي لانه في اطفال تلاقي وزنه ما شاء الله زي إيه الفل آه ايه السبب؟ اه بالرغم ان هو ما شاء الله مليان بس لو جاله دور قد كده بس يرميه يرميه ايوه بالظبط ليه بقى؟ كدا. بيكون نتيجه ضعف المناعه طب ايه مم. السبب؟ ايوه الام من الاول الهيستوري بتاع الام من الاول كان وضعه ايه يعني التاريخ المرضي الأم مهم، الام عندها إيه؟ سكر اه الطفل اللي هيتولد ده والام عندها سكر السكر, السكر، سكر سكر ولا سكر حمل لا سكر 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 مزمن سكر سكر, سكر السكر مؤقت بتاع الحمل فوارد أن الطفل ده ما يتولد يبقى وزنه مم. كبير يبقى وزنه مم. 4 كيلو أربعة ونص مم. ووارد ان تبقى مناعته ضعيفه شويه دي لازم احط ايه في الحسبان الموضوع ده كويس فمناعه الطفل ممكن يكون وزنه كويس ممكن الواد آه. ما شاء الله مقلبص كل حاجه بنشوف بس عيال ما شاء الله. بس ضعيف مم. نتيجه اضطراب الهرمونات لسه بنقول ممكن آه. يكون الغده النخاميه اللي هي رئيسه الغدد الصماء فيها مم. مشكله كويس الغده الدرقيه الاساس بنحطها الغده الفوق قذرية مم. كل دي مشاكل لازم نحط نقط معينه عشان نعرف نعالج كويس كويس خدت بال حضرتك طيب. تمام انا النهارده إيه؟ عايز احط طرق مم. آه آه ونبني بقى مع المشاهد طرق وقاية آه آه لهذه المشكلة إذا انتهينا أصلا من الأسباب الرئيسية والأساسية والمرضية لضعف طيب. المناعة وسوء التخزين عند الطفل تمام طيب. ممكن نحط إيه البرنامج الوقائي بقى اللي هديه للأمهات دلوقتي وباستفاضة كده إن هم يبدأوا إن هم يطبقوه على نفسهم وعلى أطفالهم عشان على الأقل نبني طفل كويس وبالتالي يبقى شاب كويس, كويس. وسواعد الأم عن طريق الشباب كويس. طيب احنا ناخدها نقطه نقطه م. ازاي هي طرق الوقايه والطفل خلاص عنده سوء تغذيه ازاي نحميه ونقوي مناعته كويس تمام زي ما عرفنا الاسباب وقلنا اسباب طبيعيه فيسيولوجيا نقدر نسيطر عليها واسباب م. مرضيه لازم لما نيجي نعمل علاج يبقى اكيد في علاج طبيعي وعلاج حسب المرض اذا الطفل ده بيعاني المشكله اللي عنده نبدا اول نقطه قلناها بقولها بكررها الام ثم الام ثم الام ايوه ده مش عاوز اقول لحضرتك آه. انا ببص لايه كمان مم. انا قلت لحضرتك الام الحامل لا ده آه. الام اثناء نضوجها هي نفسها وهي عندها 13 14 سنه لا دي حته بقى ناخدها كده ونشوفها هي جايه يعني. يعني انا بركز اه بركز عليه بمعنى جات الطفلة عندها 13 14 سنه وجيت عملت تحليل مثلا طلع عندها نسبه صديد مم. انا ببص الام دي اللي عندها نسبه صديد الطفله دي اللي عندها 13 14 سنه غالبا غالبا مم. الطفله دي مش هتكبر مم. وهتبقى وهيبقى هتبقى حامل فالصديد ده هياثر عليها اولا ده احنا كده بنبني بقى من طفل وبنبني بنبني الطفل بنبني الطفل لحد ما الطفله دي تبقى, تبقى ام متميزه تبقى ام تبقى حامل لنا طفل متغذى كويس فمناعته كويسه فبنبني جيل الى حد ما مبني بصحه جيده زي ما حضرتك قلت يا سلم اه الخطوه الاولى بقى الخطوه الاولى قلناها اول نقطه هي الام مم. الام بدايتها تغذيتها كويسه عندها اي مشاكل في اثناء الحمل ما فيش اي مشكله عالجي نفسك مع طبيب مختص وكل حاجه تبقى تمام ولازم تضعي في الحسبان ان حضرتك لو نظمت نفسك واثناء الحمل وتغذيه سليمه عندك نقص في اي حاجه عليك اعرفي ان ابنك ده ان شاء الله هيبقى زي الفل يعني هيتولد يبقى تمام لو عندك اي مشكله اعرفي ان ابنك ده وارد ان يحصل له مشكله يا اما مؤقته يا اما دائمه تاني من ضمن خلينا تليفوني استاذ محمد استاذ محمد السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل يا استاذ محمد ازيك يا دكتور احمد اهلا استاذ محمد ازيك ربنا يبارك في حضرتك والمعلومات اللي حضرتك بتقولها وما شاء الله ربنا يبارك في متابعتك لاولادنا وربنا يسعدك في حياتك كده على المعلومات دي المعلومات دي والله مهمه جدا وشيقه جدا يعني بصراحه تمام تسلم شكرا جزيلا لك يا استاذ محمد, محمد. محمد. في عند حضرتك اي استفسار يا استاذ محمد؟ لا لان هو الدكتور احمد ما شاء الله متابعته الله يبارك فيك لان متابعته معانا ما شاء الله يعني ربنا يبارك له في متابعه اولادنا جامد يعني بصراحه ربنا يبارك فيه. ربنا يكرمك يا استاذ محمد بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك يا استاذ محمد. جزء من البناء كمان اللي دكتور احمد بيبنيه هو البناء الحاله النفسيه مع الـ الـ الاطفال. طبعا الحاله النفسيه آه. تخصص حضرتك أنا, انا عايز الحاله النفسيه مع الاطفال ليه حضرتك مركز فيها وانا بشعر من متابعتك للحالات انك مرتبط بالحالات النفسية أه قبل ما تكون طبيب اطفال انت لا انت مع على الحاله النفسيه والمزاجيه بتاعته قول الحته دي ممكن تحمل ايه في الطفل حتى في أه أه تقبله للعلاج أه وارتباطه بالدكتور احمد تمام انا لو في طفل دخل لي وقلت له انت بتاكلش ليه وزعقت له ايوه وهتاخد حقن وغصبا عنك عشان ما بتاكلش واو بنفس الاسلوب كويس طبيعه الطفل ده أولاً لا ياخد حقن ولا هيجي يجيلي وهيكون نفسيته تبقى مشكلة ولا هيتعالج كويس. كويس لازم تبني الطب النفسي للطفل كويس حاجة مم. طبية نفسية للطفل راحة نفسية كويس. تاخد الطفل تقول له أنت بتاكلش ليه كده كويس ليه أنت لو أكلت بالعكس أنا بديلهم هدايا لو مم. عملت كذا أكلت كويس لقيت وزنك بعد شهر ممتاز ما شاء الله كويس ما فيش لحقن ولا تاخد أي حاجة وهديك هدايا كمان. وهتبقى تمام وكل حاجة تمام وهتبقى كويس. كل شهر فاذا الراحه النفسيه والطب النفسي للطفل مهم م. ليه لان برده ان من ضمن اسباب سوء التغذيه المشكله أيوة؟ النفسيه كويس احنا اتكلمنا لحد دلوقتي عن الجانب العضوي ما تكلمناش على حتى عن الجانب العقلي او النفسي او النفسي, أو النفسي طيب. للطفل ازاي ممكن ياثر على على الطفل عقليا ونفسيا في الذاكره والتذكر وعمليه البناء المعرفي اعتقد انه سوء التغذيه ممكن تاثر على الذاكره العقليه للطفل انه ممكن يبقى بينسى كتير مش مركز تايه تمام أه بينسى بسرعه عنده خمول اه عنده خمول طول الوقت بينام كتير أه بيسرح كده في, في, في ملكوت في ملكوت الله، تيجي تكلمه ما تلاقيهوش مركز معاك ويبص فوق وحواليه وتحته اعتقد ان ده ممكن يبقى من سوء التغذيه لانه الغذاء هي الوقود للجسم وللعقل للعقل أه. العقل هو ده الغذاء للعقل وبالتالي عشان يعرف يفكر ومن ضمن المشاكل اللي امه بتيجي تقول لها لابني ما تقولش عنده سوء تغذيه يا دكتور شوف الحل الواد ده ما عادش بيبقى بيركز الواد ده بسمع له دلوقتي اجى بعدين الاقي ناس فشوف لي حل الواد ده ذاكرته ضعيفه الواد ده بيركز اعمل ايه بالظبط فمن ضمن الاسباب عدم القدره على التركيز كويس خدت بقى لحضرتك احنا قلنا اول حاجه ازاي نعمل وقايه او نعالج الطفل ده مم. هو الام تاني حاجه هو الطفل الرضيع من اول سنه ايوه لو انت الرضاعه الطبيعيه طيب خلينا ناخد صوت تليفون سامي اهلا بيك ايوه اهلا بيكي استاذه سامي اتفضلي دكتور معايا؟ الدكتور مع حضرتك اتفضلي. طيب لو سمحت يا دكتور انا عندي اكتئاب ونفسي مش طايقه الاكل اعمل ايه؟ استاذه سامي هو دكتور احمد هو طبيب اطفال واحنا بنتكلم عن المناعه النفسيه للطفل يعني. يعني يا استاذه ساميه حضرتك قصدك ان انت عندك اكتئاب فالاكتئاب اللي عند حضرتك متولد للطفل ولا حضرتك اللي عندك اكتئاب فعاوزه تطلعي من اللي انت فيه في ده. يعني في ده السؤال ايه بس سامي سامع استاذ حضرتك توضي صوت التلفزيون وتسمعيني من التليفون السؤال ايوه السؤال ما نفسي مسدوده خالص عن الاكل تمام يا استاذه سامية طب استاذه حاجه رقمك في الكنترول اتواصل معاكي بعد الحلقه لان دكتور احمد هو تخصصه طب الاطفال وحديث الولاده وكنا بنتكلم عن نقص ال اه إن طبيب طب نفسي اه اه اه, آه. عشان اتكلمنا عن الحالة النفسية. الحاله النفسيه عن الحاله النفسيه آه لدى الاطفال يا اساسا بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك ونحاول نجاوب على حضرتك بعد آه بعد البرنامج ان شاء الله آه نكمل يا دكتور احمد؟ الطفل بقى اثناء اول سنه ليه بركز على مم. اول سنه بقول لحضرتك الام الرضاعه الطبيعيه لو ما فيش اي مشاكل بداية يغذي الطفل وبداية أكل الطفل من اول اربع لست شهور تدريجيا دي هتقوي مناعته حتى الابحاث الجديده الايام دي بتقول ان لو بدات للطفل في بدايه عمره في من ثلاث اربع شهور ااكله ولكن تدريجي دي هتقوي مناعته تماما. أت... خلينا ناخد تليفوني استاذه ما اهلا بيكي. اهلا وسهلا. فعلاً. لو سمحت عندي سؤال اتفضلي انا عندي بنتين توام ثلاث سنين دلوقتي فيهم واحده من ساعه ما اتولدت وهي عندها فتاين في بطنها واحد في الصورة وواحد فوق بيكبروا تدريجي فرحت كذا دكتور طلب عمليه وانا خفت من موضوع عمليه وخلاص على كده وغير كده كمان هي عصبيه جدا جدا يعني عصبيه بطريقه صعبه ممكن تكسر اي حاجه تخبط اي حاجه فهذا مش عارفه اتعامل معاها ازاي من كتر عصبيتها اصلا انا كمان بقيت عصبيه ما مش عارفه اتصرف معاها ازاي يعني و... يا استاذه حضرتك بقيتي عصبيه من عصبيه الطفل ولا ولا حضرتك اصلا عصبيه انا ف... بقيت لا انا بقيت عصبيه من عصبيتها من عصبيه الطفل الاثنين ولا حد فيهم هي الاثنين بس فيهم واحده زياده شويه يعني هي اللي عندها الفتاين زياده شويه او في العصبيه امم و... وهي بتعمل مجهود كتير قوي جدا يعني بتعمل مجهود كتير عليهم يعني بتقعد تعمل حركات على بطنها بمجهود كتير جدا عليهم لدرجه ان هي بتعرق وبتتعب. <applause> طيب يا <applause> استاذه مها بعد اذنك. <applause> ايوه. انت حضرتك عندك حد غير التوأم ده؟ لا ده اول حاجه عندي. ربنا يبارك يا رب. طيب <applause> معاملتهم قبل كده يعني قبل الفتاء اللي موجود للطفله الطفله منهم يعني، هل كان في <applause> اي مشكله قبل كده اصلا؟ هي اساسا موجوده بيه يعني هو بدا يظهر واحده واحده فهي عصبيتها بدات تظهر يعني كل ما بتكبر بتظهر طب والطفله الثانيه في عصبيه برضه الطفله الثانيه عصبيه بس مش زي اختها يعني هي عصبيه وكل حاجه بس مش زي اختها يعني ممكن اشخط فيها تخاف شويه لكن دي مهما اشخط فيها ما بتخافش <applause> طيب بصي يا ست الكل هو إيه انت دلوقتي قلتي في اي استفسار ثاني ليها ولا اه لا انا في بس حاجه هم هم وزنهم ما بيكبرش يعني يعني مش عارفه ما بيكبرش خالص وزنهم يعني كام طيب وزنهم كام مش عارفه والله بس هم يعني هم عندهم ثلاث سنين شوف نقول عندهم سنه ونص سنتين يعني انت بتتكلمي بالشكل يعني ايوه دي مشكله بقى تمام اي استفسار تاني يا استاذه مها لا شكرا شكرا لاتصالك يا استاذه مها الدكتور احمد هيجاوب على حضرتك اسمعينا من التلفزيون طيب إيه إيه نجاوب على استاذه مها يعني ده اعتقد انه فيه في, في اكتر من نقطه اه هي استاذه مها قالت يعني ولدت لنا نقطتين مهمين جدا مم. اول نقطه هي فرط الحركه للطفل مم. ازاي إن نبدا نتحرك الطفل يبقى عنده فرط حركه في عند سن كام ونتحرك مم. نروح لطبيب المخ والاعصاب امتى بالظبط كويس انت شوف الاول الجو النفسي اللي عندك في البيت والمشاكل الاجتماعيه مم. ده اول حاجه كيف. سوء التغذيه وضعف الطفل وانت بتاكل شيبسي عشان تروقي مزاجك و و وهكذا طب لو فرضنا ان هي ما بتاكلوش شيبسي ما هو سوء التغذيه ده, ده بيولد فرط حركه مم. تاني حاجه بيضعف عضلات البطن فبالتالي بيبقى فيه عسر هضم فبالتالي الفتاة اللي هي بتتكلم عليه ده ما هو الفتق ده معناه ايه ان حاجه من الامعاء طالعه لقدام فدي معناها ان ده من القطر العسر الهضم وقطر فرط الحركه ده هيزيد هيزي. مش بس كده لو عملته غالبا يرجع ممكن يرجع ثاني. تاني أوه. اه بالظبط كده م. فانا لازم بقول لحضرتك اولا لازم تهيئي المشاكل شوف المشاكل هل في مشاكل اجتماعية عندك في البيت ولا لا المشاكل بينك وبين زوج حضرتك ده اول حاجه لأنه هو لو شافك سواء الطفلتين لو شافوك وانت بتشكلوا مع بعض وارد ان هو يتنرفز يرمي خيص. اي حاجه وارد ان انت بتولدي له حركه ما كانتش عنده اصلا كويس فدي مش فرط حركه م. لا ده بناء على اللي عند حضرتك في البيت دي التغذيه في إيه؟ السليمه اكليه كويس التغذيه السليمه ما يبقاش فيه سوء تغذيه ابعد عن مواد الحافظه اكليه حاجات فيها بروتينات وكربوهيدرات فيتامينز معادن ده كده الطفل ده صحيا ونفسيا هيبقى كويس ونفسيا ما يبقاش بالتالي مش هيبقى عنده فرط حركه اذا ما ادخلش واروحش لدكتور مخ واعصاب في الاول لازم النقط اللي قلت لحضرتك عليها الاول لازم اعالجها الاول وبعد كده اشوف ابقى اروح لدكتور مخ واعصاب اعمل ايه بالظبط كويس طيب دي نقطه النقطه الثانيه بتتكلم على وزنهم ما بيكبرش وهم ثلاث سنين بالشبه. تمام آه هي شايفه ان هم شايفه من وجهه نظرها او المجتمع او الاطفال اللي في نفس السن آه شايفه ان هو الاطفال ما بيكبروش. ايه المشكله وايه العلاقة؟ هو هي يعني لما بتقولي فبقول بالشبه هي مشكله مشهوره جدا في المجتمع المصري عندنا م. ان, الط... إن الام عاوزه ابنها يبقى زايد أكتر من اللي حواليه. اه فبالشبه تقول لك ابني وزنه قليل، كويس لو جيت توزن الطفل ده هتلاقي م. وزنه كويس. طيب صحة. ايه؟ طب تعمل ايه عشان تاخد اجراء سليم وصحيح تطمن على اطفالها و... و... وزي ما تقطع الشك باليقين في مساله ان اطفالها ما بيكبروش؟ اقول لها بص يا ست الكل اولا اولا احنا بنقارن السن بالوزن، م. يعني انت بتقولي دلوقتي ثلاث سنين فالطبيعي وزنه يبقى تدريجي من 16 ل 22 كيلو، تابع الوزن باستمرار كل ثلاث شهور او ست شهور. كويس الوزن لو بيزيد لو نص كيلو يبقى في زياده يبقى ما تقليش. كويس. تقلقي لو الوزن بيقل. طيب. فاذا الحل اللي انا بقول عليه مش بالشكل مم. مش بالشبه. نوزنه نطمن تبقى ونشوف الوزن. الدنيا أخبارها إيه اكله اه وشوف ايه التحاليل بقى اللي ممكن تعملها تطمن بيها على الاطفال؟ احنا قلنا تحليل آه. لنقص, آه. لنقص نقص الانيميا. صورة دم كاملة. صور الدم كاملة. بحيث أوكي. ان الانيميا نقص الحديد مم. ونشوف الاسباب ايه ونشوف المناعه وضعها ايه. مم. تاني حاجه لو في اي مؤشرات لضعف النمو بنشوف بنعمل تحليل كالسيوم. كويس تمام عشان نشوف النمو بتاعها هل هو طبيعي ولا في مشكله في مشكله للطفل ده في سوء التغذيه ان عنده تقول لك عنده تقوص او عنده رجليه منفرجه او او بنعمل تحليل اسمه فيتامين د كويس والتحليل المشهور عندنا هو ستول اند يورين اناليسيس الا وهو تحليل البول والبراز كويس تمام. ده ده, ده, ده المهم عندنا دي روشته اللي المفروض ان هي تاخدها من دكتور احمد وتبدا وبناء عليه آه. ان شاء الله في الحلقات القادمه او من خلال مركز الدكتور احمد سلام لطب الاطفال طيب آه. نكمل يا دكتور احمد كنا بنتكلم عن باقي طرق الوقايه, الوقاية. وعلاج الطفل آه. سوء التغذيه اتكلمنا على خلاص قلنا ان الطفل اول طيب سنه طيب خلينا ناخد اتصال تليفوني ام نور اهلا بيكي الو اهلا بيكي يا ام نور اتفضلي ايوه يا دكتور ممكن اكلم الدكتور لو سمحت الدكتور مع حضرتك اتفضلي اتفضلي يا نور لو سمحت يا دكتور اتفضلي أنا ابني عنده ثقب في القلب و... وسنه 8 شهور تمام عايز أعرف أكله إيه وهذيب إيه وعايز أعرف وزنه الطبيعي المفروض يكون كام تمام أي استفسار يعني تاني يا أم نور في... لو في يعني حاجات معلومات مفيدة تفيدني في الموضوع ده ممكن يا ريت لو الدكتور يقولها لي يعني حاضر عينيا يا أم نور أي سؤال تاني لا شكرا شكرا ليك يا أم نور شكرا لاتصالك بتسأل سؤال بصراحه مهم إنها عنده ثقب في الله سجبة الله. في القلب م. مش بتسال على مشكله القلب ولكن بتسال على ازاي تعرف إيه؟ انه صحيا كويس وايه النوع الغذاء المناسب بالنسبه له عشان تطمن على طفلها إيه بص بالنسبه للوزن انا بقول كالاتي هي بتقول 8 شهور م. الطفل اول ما بيتولد الطبيعي من 2 من 2 كيلو ونص ل 3, 3 ونص كيلو كويس اول اربع شهور بنزود 3 ارباع كيلو كل شهر كويس تاني اربع شهور اللي هو التامن اللي هي بتقول عليه ده بنزود بنص كيلو في الشهر يبقى اذا وارد ابنك ده يكون مثلا من ستة ل كيلو وزنه ده الوزن الاساسي ده الوزن الاساسي دا لو هو كده يبقى لحد يبقى ما كويس تمام الثقب اللي حضرتك بتقول عليه ده لازم نعرف مكانه فين ومقاسه قد ايه لان م. في اطفال بتتولد بثقب مفيش فيه اي مشكله بيبقى صغير جدا ما بيأثرش ما بيأثرش على وزنه لأنه من ضمن مشاكل الثقب اللي في القلب م. اول حاجه وزنه بيقل اه حاجه انه بيشرق كتير بيزرق شفايفه بتزرق كويس. او مناخيره او كذا بيظهر عليه ممكن تتواصل مع حضرتك يا دكتور احمد على الارقام الخاصه بتاعه العياده تبعت حضرتك التفاصيل وممكن تساعدها اكتر تبعت لي تعرفني الثقب آه. فين بالظبط ومقاسه قد ايه كويس وهنا نقدر نحدد نوع الغذاء ولا نقدر نقول لها دلوقتي الغزة غزة زي ما هو الغذاء طيب. زي مشاكل زي الطفل العادي كويس طيب خلينا ناخد صوت لفين استاذ امل اهلا بيكي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي صح ممكن اكلم الدكتور الدكتور مع حضرتك يا استاذ امل اتفضلي انا ابني عنده خمس سنين ونص بقى له شهرين عمال يشتكي من بطنه جامد جدا مغص مغص واحساس بالترجيع بس ما بيرجعش وبعد كده رحت عملت كشفت له وعملت له ودايما وشه اصفر راح الدكتور قال لي انا شايفك يكون في حاجه في الكبد اعملي لي انزيمات كبد وكلى عملتها له طلعت كويسه قال لي طب خالص اعملي تحليل جرثومه ممكن يكون المعده فيها جرثومه عملته برده كويس عملت مزرعه براز كامله وبرده بيشتكي من نفس الالم قال لي لا ده التحليل طلع فيه طفيليات وديدان اداله جرعه دواء خدها برده مش عامله معاه حاجه وقاطع الاكل خالص بقاله ثلاث ايام وعنده امساك بقاله اسبوع فمش عارفه اعمل ايه تمام يا أستاذة أمل. أيوة. طيب بعد إذنك يا أستاذة أمل الطفل أيوه أنت آه بتقولي خمس سنين ونص. أيوه طيب آه في سخونية أو في حرارة عالية؟ بالليل بيسخن. بالليل بيسخن. طب بيشتكي من رجليه ولا حاجة ناحية الركبة أو وجع في الرجلين في أي من الاتنين واحدة لا. أو الاتنين؟ مفيش بس حاجة. دايما حتى لو بيجري ما بيعرفش يجري، دايما رجليه حسام نفسنة كده في بعضيها. حركته تقيلة. طيب بص يا استاذه امل اولا خمس سنين ونص دي انت بتقولي شكوى البطن احنا بنشوف الاول هل دي ركز معايا هل الشكوى دي شكوى مستمره ولا شكوى مؤقته بمعنى ان في طفل ممكن يكون عنده التهاب في الحلق او التهاب في اللوزتين ويكون طبعا وارد ان تنزل على بطن يبقى في شكوى في البطن مؤقته اسبوع اسبوعين ثلاثه وتروح فلازم اشوف م. الوضع ده تاني حاجة في شكوى مستمرة الشكوى المستمرة دي لازم أعمل لها نيجاتيفيتي يعني إيه؟ إن أنا بعمل تحاليل وأشوف سلبيتها بمعنى إن أنا بعمل تحليل بول وبراز لو في ديدان لازم تتعالج كويس لو في عسر هضم في أميبا في حاجة اسمها جارديا يعني أميبا متحوصلة كل ده لازم أعرفه طيب موضوع الإتش بايلور اللي هو جرثومة المعدة اللي حضرتك بتقول عليه طلع نيجاتيف وده كويس تمام؟ تمام بنشوف الفيدال تيست اللي هو تحليل تايفويد خلي م. بالك ده مهم جدا لان ده من ضمن ان بتروح وبتيجي وبتبقى مستمره طب نفرض ان حضرتك بتقولي ان كل ده تمام بس الطفل مازال شكوه بطن مستمره تمام وعلى وفي حراره انا ببدا اشك بقى بس لازم انفي اللي انا بقول عليه ده في حمى البحر الابيض المتوسط اللي هي الاف ام تمام فلازم شوف التحاليل وبناء على التحاليل لو في اي حاجه في التحليل لازم يتعالج كويس طلع الواد كويس وتحاليله كويسه يبقى تعملي تحليل لحمى البحر الابيض المتوسط طيب يا استاذ امل في رقم لدكتور احمد رقم الواتساب الخاص بالعياده ممكن حضرتك تتواصلي مع الكنترول وتاخدي الرقم او هيظهر على الشاشه دلوقتي وتقدري تتواصلي مع دكتور احمد بالتحاليل دي متشكره جدا يا فت. شكرا ليك يا استاذ امل شكرا جزيلا لاتصالك وربنا يشفي ابنك يا استاذ امل انا بقول لحضرتك هي مشكله م. كبيره مم. مشكلة سوء التغذية والنقص هي مشكلة كبيرة عند الأمهات مم. ده بيولد عندهم وسوسة وبيقارنوا باللي حواليهم يعني دي مهمة جدا كويس فاحنا عشان برضه يبقى من ضمن العلاج اللي احنا مش عارفين نكمل طرق الوقاية ديت قلنا الطفل بأول سنة مم. يبقى نأكله كويس ندخل أكله كويس مم. قلنا إن منظمة الصحة وأبحاث كتير قالت لو دخلت أكل الطفل من بدري وعنده أربع ست شهور تدريجيا ده بيولد مناعة مكتسبة مناعة مكتسبة مكتسبة كويس وبناء على الأكل وبالتالي يبقى عنده مناعة كويسة كويس تمام طيب. احنا بس بالنسبة لثقب بال... القلب اللي موجود عند الطفل تمام إ... هل في غذا تنصح بيه الطفل اللي عنده هذه المشكلة ولا يمشي على الغذاء الطبيعي اللي احنا ممكن اللي كنا قلنا عليه في بداية الحلقة ما أنا قلت لو الثقب ده مش مقصر ما فيش اعراض الواد ده بيشرقش كتير من م. الاكل اللي هو الجامد م. ما بيظهرش عليه اعراض تانية وزنه ما بيقلش اكليه غذاء زيه زي وزي اي طفل عادي تغذيه سليمه فيها فيتامينز كتير لكن تبعده عن بقى المعلبات والحاجات اللي بالزبط. فيها مواد حافظه والكلام ده كله المواد الحافظه الصناعيه كويس آه. طيب صح. خلينا ناخد صوت تليفوني ام عمر اهلا بيكي يا ام عمر ايوه معاك اهلا بيكي يا أيوة. ام عمر اتفضلي بقول لحضرتك <تصفيق> <تصفيق> طب عمر استاذنك بس توت صوره التلفزيون وتسمعيني من التليفون بص انا كنت حامل وكان عندي صديد واملاح م. وابني نزل يعني كان وزنه كويس لحد دلوقتي كان عنده خمس سنين بالظبط وبعد كده ما عادش بيزيد عن ال 18 كيلو خالص تمام يعني هو دلوقتي عنده خمس سنين ونص تقريبا وما بيزيدش خالص عن 18 كيلو واقف عليهم بقاله سنه دلوقتي وما بياكلش بقى وبيلعب كتير وما بياكلش خالص وما بيركزش في الدراسه بتاعته انت كده بصي يا ابن عمر انت قلت حاجه مهمه قلت ان هو كان قبل خمس سنين كان كويس ووزنه كويس اه كان بعد خمس سنين او بعد خمس سنين وزنه بدا ايه يعني يبقى ثابت مش هتقولي بيقل أو يبقى ثابت 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 عن 18 ما بيزيدش انت قلتي فيه. نقطه مهمه جدا ان خمس سنين ل 10 سنين بنسميها المرحله الشقاوه بتاعه الطفل مم. فمرحله الشقاوه دي وارد بنسبه طبيعيه وزنه يفضل ثابت شويه يعني بقى له الوقت يجي سنه سنه ونص ما بيزيدش عن ما مشكله فيه. فيه. الا اذا برضك ان انت شوفي اكله مع مرورك برضك هو ممكن عشان عنيد بياكل شيبسيات كتير مواد حافظه كتير بيتفرج على التلفزيون بيلعب بالتابلت او اللاب او الموبايلات وهكذا دي مشكله طبعا مهمه فبالتالي بيحصل له عسر هضم فعشان كده انت قلت ان وزنه كان كويس ورجع عند خمس سنين وزنه بقى ثابت. آه هو فعلا عنده عسر هضم كل ما بحلله مم. بيطلع عنده هضم آه آه عنده ده غم. مؤكد هيبقى عنده عسر هضم يبقى اذا الحل اللي انا بقول لحضرتك عليه قبل ما تدي علاج لان لو جيت اديت له علاج ان شاء الله لو بمليون جنيه مش هيعمل حاجه. اول حاجه هي تغذيه سليمه لازم نحترم الاكل كويس في مواعيده ما فيش حاجه اسمها مشاهده تلفزيون ولا اي حاجه اثناء الاكل تغذيه فيها بروتينات وفيتامينز ومعادن كويسه جدا في الاكل في البيت وننمي في السن ده مهاراته وموهبته ونشوف هو هو في الرياضه بتاعته مواهبه ايه كويسه في ودي مهمه جدا لو ما بياخدوش باله منها م. ان هم قاعدين طفل في البيت لازم مهارته سباحه أوه. اي ايا كان رياضه دي بتنمي العقل يعني العلاج للطفل دلوقتي عشان وزنه يرجع وعسر الهضم المشكله دي تزال ان هو تلتزم بنظام غذائي جيد للطفل يحتوي على بروتينات ومعادن ويحتوي على مواد غذائيه جيده تمام. على البعد عن المواد الحافظه وعدم مشاهده التلفزيون او اللعب اثناء الاكل لان ده ما بيخليش الطفل ان هو ياكل, كويس, و... يأكل كويس او يستقبل الغذاء او يبقى مركز في الطعام كده مظبوط كده طيب تمام, تمام. طيب احنا كنا بن... عشان بس احنا وقت الحلقه قرب ينتهي طبعا خلينا نشكر ام عمر على اتصالك شكرا جزيلا ليكي عشان طيب خلينا ناخد صوت تليفون استاذ محمد. محمد اهلا بيك انا وسهلا بحضرتك يا فندم اهلا بيك اتفضل لو سمحت اتواصل مع الدكتور احمد بعد اذنك الدكتور مع حضرتك اتفضل يا استاذ محمد دكتور احمد انا عندي ثلاث اولاد حضرتك الثلاثه بيشتكوا من من وجع في العظم هما تقريبا الثلاثه عندهم لوز تمام والولد الوسطاني عنده لوز حاده شويه وحجمها كبير بس حضرتك طقطقه العظم بتاعته غريبة الشكل بيرفع ايده ايده الطقطقه يقعد جسمه كله بيطقطق بشكل غريب فحضرتك تنصحنا نجيب له كالسيوم على الرغم ان هو بياكل جبن وبيض ولبن نجيب له كالسيوم من بره وعنده ثقب في القلب عنده ثقب بين الاذنين اللي هو الوسطاني اللي هو الوسطاني اه هو لسه عاملين له منظار استكشافي من فتره والمقاس الثقب تقريبا اربعه و... اربعه وحاجه حضرتك يعني طب بص يا استاذ محمد هو بالنسبه للطفل الوسطاني ده مشكله في القلب ده متابع مع دكتور قلب اطفال اه متابعين متابعين حضرتك لازم يتابع مع دكتور أكيد. لازم الاول وارد ان حضرتك بتقول عليه ده مش شرط التهاب اللوز بس التهاب الحلق واللوزتين بيعمل وجع وجع وألم في الركبة وليس طرقع زي ما حضرتك بتقول فدي وضع مناعة ووضع ايه تابع مع دكتور قلب باستمرار تمام تمام يا استاذ محمد طيب بالنسبة ل... في سؤال عند حضرتك بالنسبة لمشكلة العظم مظبوط كده؟ ايوه تمام ال... اخته الاصغر منه واخوه الاكبر منه اه, آه الاثنين حضرتك برضو الكبير برضو بيشتكي من وجع ركبه وعنده ريحه فم برضو كريهه شويه بسبب اللوز واخته برضه على طول مغص وما بترضاش تاكل وبرضه بتشتكي من وجع في الركب وفي العظم برضه حضرتك بص يا استاذ محمد حضرتك هتعمل لهم تحليل صوره دم كامله وسرعه ترصيب وتحليل كالسيوم مفيش حاجه اسمها ادي له كالسيوم من غير ما اعرف نسبه الكالسيوم قد ايه في الدم يبقى لازم تحليل اول ودي حاجه مهمه جدا بقولها يبقى تلات تحاليل مهمين اه صوره دم كامله صوره دم كامله وسرعه ترصيب وسرعه ترصيب وتحليل, وتحليل كالسيوم وتحليل كالسيوم كويس دول الثلاث تحاليل مهمين يا استاذ محمد وممكن حضرتك تتواصل بقى مع دكتور احمد من خلال الواتساب تبعت له التحاليل ويقول لحضرتك ممكن ايه العلاج المناسب بالنسبه للاطفال. شكرا جزيلا لاتصالك يا استاذ محمد شاكر جدا ليك طيب احنا بس عشان وقت حلقتنا تقريبا يعني ما عندناش وقت خلاص باقي دقائق ووقت الحلقه ينتهي ايه بقى خلاصه الخ... بتاع الوقايه ال... وال... بتاعه الوقايه والعلاج المناسب عشان بقي بالظبط اربع دقائق وقت احنا خلاص دقائق. قلنا التغذيه للطفل اول سنه وخلصنا م. الموضوع ده تاني حاجه اللي انا بشوف الطفل بتاعي اللي هو بعد سنه وانت طالع اه طبعا زي ما قلنا بكررها تاني ما فيش شيبسيات مواد حافظه اللي عنها الالوان الصناعيه ثاني تاني حاجه ان شرب الميه كتير وبدأ عليه آه. شرب الميه والسوائل كتير مهم للكبير والصغير بيقوي مناعته وحلو جدا كغذاء ما يعني طبعا في الشتاء كمان اكتر الاطفال والكبار ما بيشربوش ميه فشرب بيش. الميه وسوائل كتير اه غذاء مستمر اه غذاء غني بالبروتين والفيتامين كربوهيدرات معادن حديد وبركز مم. عليها برده اي اكل فيه حديد زي الكبده زي اي اللحوم اه تفاح اي حاجه سمره بمعنى صح او موز كل ده مهم جدا ان تاكلي طفلك وتنوعي في الاكل مم. جوده الاكل وليس كم الاكل ايوه ودي مهمه جدا جوده أوه. الاكل وليس كم الاكل م. يعني ما تفرحش تبقى معاكي كميه اكل لابنك وليمه ما ممكن ما يبقاش فيها اي بروتينات صح فيها اي عناصر غذائيه جيده أوه. جوده م. الاكل ونوعه وليس كم الاكل كويس دي مهمه جدا اه يعني حاجات متنوعه زي طبق السلطه الملون اللي فيه الوان كتير بالزبط. ده بيدي قيمه غذائيه عاليه جدا حضرتك الم... استاذنك أوه. قلت حاجه جميله جدا م. ان انا اعمل طبق سلطه الونه أيوة. أو إن أنا أعطي شكل حلو للطفل بحيث إن أنا أديله إن هو ياكل. اه. لأن الطفل بتبهره. بتبهره الألوان. بتبهر الشكل. فحتى شكل السفرة أو الترابيزة أو الطبلية مهمة طبعاً. أو الأرض اللي هياكل فيها نض... ن... شكل الأكل ورصته من الحاجات أعتقد إن هي بالنسبة للأطفال وحتى بالنسبة للكبار هو بيقول لك العين بتاكل قبل ال... قبل, أبل... الب... قبل الفم اه. قبل الفم أوه. فممكن شكل الأكل الجذاب يخلي الطفل إن هو يجي ففن تنظيم الاكل للطفل اعتقد انه من الحاجات المهمه, المهمة جداً, جدا للطفل دي حاجات احنا نقدر نسيطر عليها زي ما قلت لحضرتك حاجات طبيعيه فسيولوجية اللي م. هي تنظيم الاكل والتغذيه لو في مشاكل مرضيه نعالجها في ديدان نعالجها اسكارس عسرات من نعالجه مشاكل في الغدد نعالجها بناء على التحليل المناسب اللي احنا قلنا عليه ونعالج حسب المرض اللي موجود كويس في احد الكوارث الموجوده في المجتمع اللي بتصيب الكثير من الاطفال واعتقد ان حركه تؤيدني في هذه النقطه بسبب شرب المياه الغازيه تمام الببس والببس مش كمنتج لا انا بتكلم على الماده الغازيه الماده المياه الصودا المادة الصودا سواء كانت سودا او بيضه او خضراء او حمراء او ملونه ايا كان لونها ماذا تفعل في صحه الطفل بشكل واضح وصريح ومباشر هو بشكل واضح في ام قالت لي مره أيوه. يا دكتور انت بتضحك علينا هو انا الطفل اما في كيس شيبسي قدامه او في السوبر ماركت أو مياه غازيه شكلها حلو انا همنعه ازاي؟ فبقول لها بصي احنا هننوع تدريجيا تاني حاجه حضرتك في البيت هاتي اكياس الشيبسي دي فاضيه واعملي شيبسي في البيت ونوعي في البيت وساعد خلي وساعد خليه يساعدك كمان. دي حاجه المياه الغازيه الطفل بيشوف حضرتك او الاب بيشربها كتير وارد ان هو يشرب زيك كويس فانت مش هتمنع ايه بتعمل بقى ايه جوه عظم وصحه الطفل لا ده مشكله كبيره آه. اول حاجه بتقلل نسبه امتصاص الكالسيوم والفوسفور كويس بتعمل هشاشه في العظم وضعف فيه وطرقة زي ما هو كان آه. اخ قال كويس خدت حضرتك بتضعف النمو يعني فيها في مشاكل النمو. وبتعمل عسر هضم اذا مشاكل الصودا طيب افرض انت مش قادره خالص هتقول شويه في كوبايه وسيب الصودا ايه تروح وشربيه ده يعني ده الحل اللي هو ايه اضعف الايمان اضع في, في حاله اه ايه؟ انا اعرف بعض الاباء والامهات وبحييهم ان هو بدا يمنع طفله من اكل الاكل الحاجات اللي هي موجوده في الصومال لدرجه انت تيجي تديله حاجه يقول لا يك يقول لك وحشه مش مش هاخدها دي مش مش حاجه حلوه تمام. فبيكبر على ده لدرجه ان الاب والام نفسهم قدر المستطاع ما بياكلوش قدامه حاجه من الحاجات دي فاعتقد ان ده جزء من البناء الغذائي الجيد متمثل في ثقافه ال... الاب والام الجيدة ده من ضمن ده. الحاجه آه. الاجتماعيه النفسيه مم. العلاج الاجتماعي والسلوك النفسي للطفل في وقت الاكل كويس و... أه بس أه نادر يعني كويس دكتور احمد مم. اللقاء دايما بيكون معاك شيق وخاصه لما بنتكلم عن و... بناء طفل و... ذو صحه جيده وبناء جيد نفسيا وجسديا ايه الكلمه اللي الدكتور احمد يحب يقولها في نهايه هذا اللقاء واحنا كنا بنتكلم عن سوء التغذيه ونقص المناعه عند الاطفال انا هقول نقطتين بص حضرتك انا عاوزك تكوني في الوسط يعني ايه يعني لا تكوني موسوسه ولدرجه القهر والوسوسه على ابنك انه ضعيف ومش زي اللي حواليه وفي نفس الوقت ما تسيبهاش خالص <applause> يعني وزني موضوع سوء التغذيه حاجه بسيطه نقدر نسيطر عليها من بدري ما فيش حاجه صعبه موضوع ضعف النمو برضه حاجه بسيطه نقدر نسيطر عليها من بدري ونقدر نبني طفل كويس بس لو عقلنا اشتغل كويس بس يبقى نتوازن اولا نبقى خليكي في الوسط <applause> لا كده ولا كده بس أوي. الدكتور احمد سلام محمد اخصائي طب الاطفال والحديث والولادة انا بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معايا في شكرا في كل مكان طبعا قبل ما اختم حلقه النهارده عايز اقول لكم ان شاء الله باذن الله انه بناء على طلب الكثير من المشاهدين لإستكمال مواضيع خاصة بالأطفال هيكون في برنامج يتحدث عن الطفل وعن التغذية الجيدة للطفل ويناقش أهم المشكلات اللى الأمهات بيوع... بيبقى فيها مشاكل كتيرة جدا موجودة عند أطباء الأطفال نطرحها ونطرح سبل الوقايه وطرق العلاج مع دكتور احمد سلام هيكون ده برنامج ان شاء الله باذن الله مستمر معانا لرفع وعي الاب والأب 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 والام او الاباء والامهات او الاسر المصريه لبناء طفل جيد وذو صحه جيده، ان شاء الله باذن الله هينزل اعلان البرنامج ومواعيده ان شاء الله باذن الله في خلال ايام قليله، انتظرونا اعتقد ان البرنامج ده هيكون مفيد للاباء والامهات اللي بيتفرجوا على هذه الحلقه وايضا اللي هيتابعوا هذا البرنامج، ان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقات قادمه اخرى ولحد ما اشوفكم ان شاء الله في حلقه أخرى لكم من كل التحية والتقدير أنا خالد صقر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته